سلامة. مع السلامة. سلامة. مع السلامة. شتعملوا في حياتكم؟ نقرأ. نقرأ. بيه. كي تكبروا شنو تحبوا توليوا؟ أنا نحب ماني نخدم في الحاكم حاجة باهية. علاش اخترت الأم؟ والله نحب الخدمة هذه برشا ونموت عليها مني أنا صغيرة. وأنت؟ حاكم. علاش؟ خاطر خدمة محلاها تعجبني. محلاها. موضوعنا باش نحكيو فيه خيبة أمل صارت لك مع صديقة. أي فما. أنا حكيت لها أنا ملول مش بلي صحاب على الأخر. وإحنا صحاب على الأخر على الأخر. حكيت لها برشا حاجات تخصني مشيت حكيت من الناس الكل. شي عندك فيها ثقة قبل ولا لا؟ قبل كانت عندي فيها ثقة أما بعد أنا ما حكيت لها حكايتي وأسراري كل شيء مشيت عملت تو ماش عندي عليها ثقة جملة ماش تحكي معها. وهي علاش عملت هكا؟ كيكا ما نعرفش ما صارت بينتكم مشكلة معناها؟ هي طلعت ماهيش ثقة جملة. شنو آخر؟ كهو. هذيك هاو الخيبة أمل اللي صارت لك؟ خيبة أمل هذيك هي اللي باقي صحابي كل بهيل معايا كل شيء. اسمها أمل معناها اللي صارت مع الفازة اسمها أمل. علاش ولينا نشوف برشا غيرة بين البنات؟ هي يا غيرة كما مثلا تدمع صحابها وكل شيء من حقها باش تغي. هي غيرة البنات الكل كيك تغير على صحابها على خطيبها. قصدش كيكة قصد. سمحني هي صاحبتك معناها كيفاش تغير منك على صاحب؟ اي غي انت تغير؟ اي علاش؟ عندي بيستي نشوفها مع طفله اخرى نغي ما نحبش تشد طفله اخرى ولا تحكي معها هكاك نحبش فيها نحب كي لين كتب عليها صديق اي اللي اما نحبها برشا مسنسة بيها ما حتى هي زاده ما تحملش فيا شكون يشدني على الاخر هذه بالحق نقول اكثر من اختي يعني اكثر من اختي بهي على الاخر ونحبها برشا والله اني هي منهم هذيك هذيك هي لابسه بالاكهل انتم اربعه توا مع بعضكم كيفاش توا اربعه مع بعضكم ايه عليك انت انا والبست نتاعي اما انتم اصحاب في بعضكم زين اي اصحاب اربعه الكل تغيروا من بعضكم انا اي شوي شوي شنو اسباب الغيره ما نعرفش شنو الغيره اما عندي برشا غيره غيره على بعضنا لو كل طفله تحب هي تحبها معناها تكون اختها وحدها ما تحبش معناها شكون يقرب لها كان هي تحبها تكون صاحبتها هي انتمتها هي كل شيء مين راجلك نهار اخر شنو تعمل كان صاحبتك تغير عليها هك غيرني اكثر من صاحبتي نولي هكا هو كي بداو ثلاثة صاحبات يتعاركوا زوز الأخرى تكون محضر خير ولا محضر شر؟ محضر شر علاش محضر شر؟ هكاك خاطر نشوف فيها مش متينة مش قد قد قصدها هي غيرة منهم وحكاية الغيرة هذيا تغض تغار معناها ما تحبهمش يحكيوا مع بعضهم وريت كيف شكون مستانس بشكون برشا وجيت طفله اخرى معناها انتم 10 سنين وجيت طفله اخرى في دقيقه باش فما قال لي مثلا معناها كي جيت حكيت معاك سيء تبدل عليك صحبتك وتولي حاجه اخرى وتولي ملمون ثلاثه اصحاب معناها كي تعاركوا زوز ما بيناتهم الاخرى باش ما تقعدش في الوسط يترجحهم لبعضهم يا تقعد ما بيناتهم لا فما اللي ترجحهم اكل مثلا تحب تبعدهم على بعضهم فما اللي ترجحهم تحبهم يرجعوا فما اللي لي. تكرههم يحبهم تحبهم يبعدوا على بعضهم ما تسميش صح بعض هيك هذيك اسمها خيانه اي ما تسميش صح بجمل ياسر ولا الدرجة عندكم الخيانه صح والغيره والحكايه هذو غيره مش كون ما يغيرش راه غيره من غيره اي شنو مفهوم الغيره بالنسبه لك والله لا نعرف اكيد كنت ساعات تجي نشوف صاحبت مسيته في الاخر انا نغير مش نهبط على يدها تبدا هي قصدها معناها كي تبدا تحبها تغار عليها ما تحبش معناها حد يقرب لها غيره خاطر هي تحبها وتحبها لها هي وحدها ما تحبش معناها تكون معها صاحبه اخرى اي هكيك معناها هي تكون زوز يا لي كها خاطر هما بيست فريند فهمت يلزم بعضهم في كل شيء لبسه كيف كيف
كل شيء كيف كيف مع بعضهم. بالحق تمنوا صديقة معناها ايه مش معناها الكل هم صحاب وخاطر فما صاحب البي وصاحب الخايب يقتك يا غدرك كما لي صارت لي. وانت صارت لك؟ انا صارت لي. كيفاش؟ ما عرفش عرفتها كلي كنت انا وياها اكثر من الاخوات ديما مع بعضنا ليل مع نهار غدرتني في حاجه ما نجمش نقول عليها فهمت نكها. ومرجعتوا تحكي ولا لا؟ رجعنا نحكي. علاش انتوما جينيراسيون تاعكم ديما يقولوا جينيراسيون جديده معناها خايبه برشا؟ كيف مثلا يقول لك عينيهم محلوله؟ اي طفله من حقها شد عينيها محلوله. اي معناها فايقه على جينيراسيون يقبلها. ايه لازمها طفله تكون فايقه. كيفاش فايقه؟ حل عينيها فايقه لازمها تفيق على وضعها. توا البنات يفيقوا على وضعهم يلزمها. علاش يحكيوا عليكم هكا؟ خاطر هما العباد راهم اللي يشوفوا الطفله لابسه وكل شيء يقول اش بها هذيك الكيكه. هي ديما تزيد تسمع بنات توا ذوما بنات توا الجيل الجديد. اي الجيل الجديد كيفاش؟ قبل يقولك ما عندناش تليفونات وكنت نتفرج على راديون وكنت جيت نقول لك امي فديت كيفاه فديتي احنا قبل ملا كيفاه؟ ما تمرجك بها الحكايه هذه كيفاش وكيفاش؟ ايش تحب الجيل؟ الجيل توا عاد ولد تليفونات وفيسبوكات ولد لبسه مزيانه. وقلت كل شيء معناها فيسبوك ترى حاجه باهيه ولا لا؟ والله مواقع التواصل الكل كيفاش ترى؟ عاديين حاجه باهيه اما ما توصلش مخك باش يهزك لبلاصه مثلا خمج ولا حاجه. فيسبوك يلزمك تعطي احتياطك زاده. انتم معناها عمركم توا مراهقين كيفاش يتعاملوا معاكم والديكم؟ انا عادي اما الخويت خويتك الولاد؟ اي عندي خو وليد. صعيب معاك؟ اي تركس لك تليفونك ولا لا؟ اي وانت تخليه؟ اي كي تقول لهم باش نبيت بحدا صاحبتي شنو يقولوا لك؟ لا مستحيل انا لا انا جمله امي تقولي لي فما عمر معين توصل الطفله معناها تمشي دار تقول لهم نحب نبات بحدا صاحبتي نحب نخرج نسهر. اللي تقول امها نمشي نبات بحدا صاحبتي تدري عليها امها هي بيت بحدا صاحبتها ولا ليه؟ فهمت؟ ولي تقول لها نحب نمشي نسهر انت كي تقول لها ماشي نسهر شنو يتقول لك؟ تقول لي يرد بك على روحك وفي سما تبتاش وكلمني باش سهريه مش في سما تبتاش. لي سهريه ماما كمي ما نفوتش سبعه لخمسه. تأثر في الليل معناها جملة كنش هي معاي بزيزة على عينيها ما. وانت عادي نخرج نسهر تقولي رد بالك على روحك ومتعملش حاجات خايبة ونخرج. ايش تروى؟ العشرة لحداش نورمال خاطر درنا سبري معناها متفتحين على الاخر. انت شادة ريقلة؟ شادة ريقلة المهم همش صعب معاك؟ ليه عندي خويا ساعات صحيب معايا جات بريودة ما تويك أصحاب أكثر من أصحابي. رونا مش أصحاب أنتم أخواتكم الولادة؟ أنا أخويا نحبه الحق نحبه به معايا ويخاف عليا وينصح فيا ديما يضرب فيها ضحتها خايبة يضرب فيك؟ أي ليه على مصلحتي يضرب فيا يحبني راه ويخاف عليا وما تبعش الولاد راني نضرب عليك. أنت إيش تعمل باش هو يضرب؟ مرات كيشوفني انا لابسه لبسه درا كيفاه يقول لي ادخل بدلها. قل له لي كل كفو باش كي تسمع الكلام وما يحبنيش نلبس لبسه خايبه خاطر اللي يشوفك يقول لك ما تدورش بالطفله ذيك. لا هي تدور معاه تعمل العكس تقول له صاحب. وعلاش يقول لك ما تدورش بالطفله ذيك؟ ما خاطر هيك يشوفها خايبه ومعناه هو يتبعها ويشوفها خايبه على الاخر. معناها انت جي طفل يرضى اخته تدور مع طفله خايبه عندها لك عليها الكلام ما تجيش. اي يحب اخته تحكي مع طفله متربيه ما عندهاش لا كلام يهز عليها لا يحط. تحكيوا لامهاتكم كل شيء ولا لا؟ امي عصبت اكثر من اختي احكي لها كل شيء كل شيء بعمري ما خبيت عليها حاجه. اما الاكثريه مامتي خاطر مامتي مربيتني من اللي انا صغيره. اما ماما نحكي لها كل شيء كل شيء كل شيء
ومامتي مش كل شيء كل شيء اما نحكينا. وانت امي صاحبتي، معناها مانيش معتبرتها امي، معتبرتها صاحبتي، كل شيء نخرج انا وياها، ندور انا وياها، نحكي لها كل شيء، ما خبي عليها شيء. صحاب على الاخر. كيفاش تتصرف هي معك؟ تصرف معايا ما احلاها على الاخر. نستحق حاجه تجيبها لي، نقولها ما حب نشري الحاجه ديك تشريها لي، كل شيء معناها.